No, I don't know what's going on. I'm just like freaking out. أنا سالة إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم أوكي يا جماعة، اليوم نحن ما كنا ناويين نصورنا. أوكي، نحن بعد نهاية السنة الماضية قررنا نحن ناخذ 3-4 أيام بريك بحيث نحن نرتاح نشوف أصحابنا. كمان في أصحاب إجوا لعنا وقعدوا عنا، هلا حتشوفوهم بالفيديو هلا راحوا، ولكن قررنا اليوم نصور لأنه صار هالشي معنا. كان كتير غريب اللي صار، يعني أوكي في ناس بتصير عندهم هالقصص هي، ولكن صاروا ورا بعضهم فصارت قصة كتير غريبة معنا. فقررنا نرفع الكاميرا فون حتى ما طلعنا الكاميرا العادية، طلعنا كاميرا التليفون لأنه كان كل شيء بسرعة. يا بصراحة لأنه بلشت 2020 كنا بدنا نعملها كلها انه اشياء ايجابيات، انا حنصور لكم بعد بكره يعني يكون في هيك ايجابيه اكثر، حصور لكم يوم ضو، حنعمل شغلات كثير شغلات بحضر لكم اياها هالسنه، ولكن مع الشغله اللي صارت هيك قررنا نصور لكم كل شيء على السريع، فحيكون فلوج هيك خفيف بسيط يعني، بس هيك حياتنا اليوميه. اوكي هلا حتشوفوا الفيديو. 3 2 1 1. اوكي يا جماعه بس احكي لكم شو صار. اوكي اول شيء هون عندنا سنة واسامه، نحن ما نزلنا فيديوهات لانه قررنا على راس السنه نخفف اللعب شوي، نهدى شوي، نقعد بالبيت، وهن اجوا لعنا وزارونا. ولكن اللي صار هلا شو صار الصور؟ هلا ما بدي اعملها شغله كبيره او تقولوا عني موسوس، لكن كنت عم نظف، كلهم كانوا بالجراج وكنت عم بجلي جليات مثل العاده، ايدي مهترين. المهم اجيت ولقيت في هواء بارد عم يطلع من هون، فاجيت هيك، وانا هذا الباب دائما بقفله، يعني ما حدا بيدخل منه، ما حدا بيطلع، لانه مثل ما شفتوا الثلج لفوق وما في محل واحد يروح. استنى افرجيكم الثلج حتى تتخيلوا، طلع الثلج اللي برا، مستحيل يعني انه حدا اصلا يجي يقرب من هناك. فالمهم اجيت هيك ولقيت الباب شوي مفتوح ودائما بقفله، ليكو في قفل من فوق. اوكي هلا شايفين، اوكي هلا شغلنا طبعا. كان في قفل فوق وقفل هون ودائما مخليه مقفول لانه ما في غيري الحمد لله بينظف البيت وانس ما بيجي. فاجيت لقيته مفتوح وهو بارد عم يجي، فعملت هيك وتسكر وقفلته. بعدين قلت يمكن انس طلع برا او شيء بده يجيب شيء. رحت على الجراج عم بسالهم حدا طلع برا، ما في غير احنا. Yeah. بس اسامه سنة وانا واصاله. قلت له انس انت فتحت الباب شيء برا؟ قال لي لا وابدا ما قربت. فسالتهم هن كمان اذا You guys didn't see anything ولا على فكره بحكوا بس اجنبي. You guys didn't see anything. No, not no. Yeah. No one left the room or anything. يعني انا بس بفرجيكم شغله، شايفين هذا القفل؟ شوفوا هذا القفل، هذا القفل ما بيفتح طبيعي، لازم تعمل هيك وبعدين بيفتح، ومستحيل يتحرك الباب، وهذا كان مفتوح هيك. فاصلا لما شافته هيك قلت معقول مفتوح، عملت هيك ام شفته. وهذا كمان كان مفتوح، وهذا كان مسكر اول شيء، مستحيل. سلام قوم على فكره تعبنا نحن هلا، ما كنا المفروض ناكل ولا حدا فينا. استنى خليني اطلعكم لبرا، مستحيل. طلعوا الثلج، مستحيل حتى، وما في هون خطوات ولا في حدا طلع وفات ولا في اي شيء. تخيلي مسكون بيتنا. لانه دائما انا بتفرج اشياء انه عن السحر، مو عن السحر بس، انه مره شفت فيلم انه عن جد قصه حقيقيه عن واحد مسكن بيته. You didn't open the door at all. Nobody did. It was open. Maybe you guys forgot. Maybe at night time. No. So you took Mila out. No, no. Hella. No. I wasn't. We were in the garage, yeah. Baz. I don't know. Three of us were in the garage. Latitna, أنا وسنا وأسامة كنا بالجراج، وأصالة كانت فوق. هذا الباب كان مقفول، ما حدا طلع وفات، وما في آثار، ما في ولا رجلين ولا شيء هون، ولا الباب فتح ولا سكر. It's so. We need to check that house for sure. You know what? تخيل مقلب، عم يقول ليكون مقلب. اوه. يا طلع شو عملت هيك. كأني فيلم. استنى ليك. جاهزين؟ أصلا خوفت. حسيت حالي طالع من فيلم. كان في فيلم يلا كسر الدنيا، تعرف هذول صحون غاليين. كان في فيلم مرة البنت صغيرة إنه جنية بتقول والضو بيصفي لحاله وبتركض بالفندق. رح اطلع منه، تخيل 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 طلع هلا هنيك لك.
did you say the movie? It's called Orphan. بنت متبناية وفكرينا بنت عادية طلعت بنت جنية. بس نحكي صار بالليل. اوكي على فكرة بتعرفوا كم ساعة؟ شو صار؟ عم حاول إذا تجي توقف هون. أنا مرق شفت الضوء من الشمعة. لا والله لا لا طلع وشي أصلا طلع. على فكرة أنا قاعد عم بضحك على القصة هاي. أنا عارف إنه أصالة ما حتنام اليوم. فكرت لحالها فوق لا يكون لونيك معها. أوكي على فكرة كلهم حيكرهوا حيقولك ليك عم تحكي ومدري لأنه في ناس بيؤمنوا بهالشيء. إحنا قاعدين عم نصور هاي القصة كلها بالتليفون لأنه حتى الكاميرا ما فيها بطارية لما صارت القصة. كنا قاعدين عم ناكل وأصالة عم تحكي. الحقيقة خفنا نطلع فوق نجيب الكاميرا. بتعرفي بنتك فوق خفتي تطلعي فوق لأني استني تحرشي كاميرا. أنت فكرة بتعرفي طلعت لفوق والله العظيم صرت طلع حوالي شو بيصير في حدا مع إنه أنا ما بآمن بهالشغلة. وقفوا الفيديو دقيقة. ليش وقفت الفيديو؟ ارجعوا خطوة لورا هلا حفرجيكم شو اللي عم بيصير. كم تعي. أنا وأسامة قاعدين عم نعمل مونتاج بنفس الليلة. يعني إحنا هلا لساتنا بنفس الليلة نعمل مونتاج وفجأة أنا عم بعمل مونتاج. كم تعي. لوك شوف المقطع. هذا المقطع اللي نازلين فيه هذا الراف. يعني طلعوا هذا الملف تبع الداونلود. يعني هذا ملف كل شيء هلا كنا عم نعمله أديت. طلعوا يعني مو إنه أنا لعبان فيه ولا شيء. شوف شميرة ما تفيد. على فكرة بتعرفي طلعت لفوق والله العظيم. طلعوا شوفوا الليزر. ما بعرف طلعوا سنة طلعوا الليزر هاي. طلعوا من الجاي صرت طلع حوالي شو بيصير في حدا مع انه انا ما بآمن بهالشغلة. شايفين الليزر هاد طلع هو هون جاي يخوفني. Look after I come back. I don't know. هذا الليزر ما نعرفين شو هو. حلفته. اوكي سو سامه هو المفروض كان يعمل فيني مقلب يخوفني. حلفته 12 مرة هلا. سي والله. والله. اوكي. I did not have a laser nothing. If I had a laser pointer you would see me coming. I wanted to scare. اللي هو عم بيقوله انه لو هو كان عم يحاول يخوفني من ورا فلو لي في ليزر كان هو كان بحيط. اوكي بطلت اعرف احكي. كان هو ما حيعرف يخوفني لانه كنت حاعرف انه في شيء هنيك. بس طلعوا انا ما بقى عم حاول. طلعوا وين الضوء. ارجعوا على المقطع. طلعوا وين الضوء. والله هذا الملف الرسمي. يعني طلع هذا الملف اللي جاي من التليفون مثل ما هو. احنا صورنا يوميت على التليفون. طلعوا هذا مو انا معدله ولا عامل فيه شيء. طلعوا ها ليكم هي بعد ما شفت ميلا. وبعدين فكرنا نحن هلا كنا عم نفكر وبركي في فلاش. بس طلعوا انا لو كنت داخل هون بفلاش كان بين في فلاش على ميلا. ما في فلاش ابدا. طلعوا هون ما في فلاش. طلعت من الاوضه نزلت لتحت. شوف ليكو. طلعوا مع انه انا ما بآمن بهالشغلة. طلعوا هون لما اجى خوفني بس ما كان بايده شيء ولا ليزر. طلعوا لسه الليزر شغال. شوفوا هون طلعوا الضهر. ما بعرف شو صار. اوكي استنى بتعرف شو حاعمل. كم اوكي. على فكره اصاله نامت. احنا عم نعمل اديتنج. هن عندهم فيديو عم يمنجوا احنا عندنا فيديو عم منجوا. بس هي الكاميرا تعي اطلع هلا بكاميرتين حصور لكم شو كان عم يتصور على الكاميرا الاساسيه. يعني هيك رح اخذكم ونشوف اذا في شيء. اوكي اسامه انت اول. يو فيرست. If something happened to you. رح نحاول نشوف. طلع هيك هي الفيديو من هون. رح نحاول نشوف اذا فعلا في ضوء. انتم انتبهوا اذا في ضوء هون ولا لا. اوكي طلع هذا هو البيسمنت تبعنا. اوكي طلع هذا هو كان المحل. طلع نفس التصوير. اوكي هذا كان المحل. اوكي يو نو واتس فريكي. بتعرف شو اللي بخوف؟ استنوا هذا شو مفيقه؟ الساعة هلا 4:30. هذا شو مفيقه؟ اقسم بالله every single time كل ما نحكي على الموضوع هاد بنلاقيه عم يصوصو. الساعة 4:30 الصبح شو مفيقه؟ ايه مشاعرين. Dude, what would be a light? Where would a light come from? وين ممكن يجي الضوء؟ هاي ممكن تعطي ضوء؟ ما في ضوء ازرق. والفلاش ما كان شغال. Is there any light there? استنى رح انزل من فوق وشوف اذا
النزلة من فوق. استنى رح نجرب كاسالة نايمة. كنت طلع هاي النزلة من هون. دود ما في ضوء، ما في ضوء. There's no light. There's no light. ومستحيل من هون يجي ضوء. ما في ولا ضوء أزرق عنا بالبيت كله. صار الموضوع على الأعصاب. Yo, I don't know what's going on. I'm just like freaking out. Okay, come, come. Okay, so سنة عم تقول في احتمال إنه إحنا شايفين الضوء اللي جوا. هاد البالون هو اللي عم يعمل الضوء هنيك. Okay, let's try. Okay, so على الكاميرا مبين نفس اللون. Okay, keep moving. Okay, قربي قربي. Bring it closer. Bring it closer to him. No, مستحيل هذا هو الضوء. No. كان عم يتحرك بكل مطرح. مستحيل. مستحيل. Look, هذا it's not reflective. ما عم يعمل يعني ما في reflection. No. Okay, جماعة هلا اكتشفت شغلة. طلعوا. Okay. Okay, no. هذا مقفول. This is locked. هذا كان مفتوح. والله العظيم مو مقلب. أقسم بالله العظيم مو مقلب. It's not a prank. I swear to God. I swear to God it's not a prank, dude. والله في شيء بهالعصفور. اوكي اسمعوا نحن هلا حنرجع للفيديو الاساسي. حاولوا تدوروا بالفيديو على اذا في شيء ضوء ثاني، اذا في شغله ثانيه بالفيديو، او اذا لقطتوا شو ممكن يكون ما له علاقه بهالموضوع اللي هلا صار، خبرونا تحت بالكومنتات. بس اوكي ما بعرف شو صاير. اوكي انا عارف كان المفروض اني ارجعكم للفيديو، ولكن زلنا نكمل مونتاج هلا وطلع انه بالفيديو كلياته في مناطق مثل هيك. طلعوا استنى. طلع على فكره هون. اذا الناس حتقول ان عم منتج او عم زيد، طلع هذا هو الفيديو مثل ما هو جاي من الكاميرا. استنى شوفوا. طلع على فكره انا قاعد عم بطلع. استنى شوف شفتوه. طلع استنى طلع. عم تتحرك معي كانه علي. على فكرة أنا قاعد عم بضحك على القصة هاي. استنى استنى استنى. هون رح يبين هون. طلع. شوف وين الضوء. والمشكلة طلع هون. هذا المقطع اللي جننا. نحن قلنا يمكن معقول أنا كنت بشغل فلاش وماني حاسس. ممكن في احتمال. طلع هون. الكاميرا ما فيها بطارية. استنى. طلع هذا الضوء كان علي. فإذا أنا كنت مشغل الفلاش هيك، أنا عم صور، كنت عم صور بالكاميرا هاي بالتليفون. إذا أنا كنت مشغل الفلاش، طب لما أنا حطيته على حالي، كيف في فلاش؟ ما في فلاش هون. من وين جاي الضوء الازرق؟ وعم يتحرك معي كان، وشيكنا قلنا يمكن لابس نظارات، ما كنت لابس نظارات. ما بعرف شو اللي صاير على فكره. احنا بلشنا نجن انا وياك. We're crazy. ها؟ No. Something's wrong here. في شيء بيشي. اذا اكتشفتوا شيء مشان الله قولوا لنا شو هو. لانه بلشنا نهلوس احنا هون العالم. اوكي حنقطع هلا، انتوا رجعوا بالفيديو شوفوا المقاطع و واو.